هذا الفيديو برعاية مونستر نوت بوك، شركة خاصة بلابتوبات الجيمينج متوفرة بالشرق الأوسط وبأسعار جدا جدا رهيبة. شيك الوصف لمزيد من التفاصيل. شارك حال شباب، معكم شركية وشركية كيف، جاركم فيديو جديد. طبعا شباب، فيديو اليوم رح نتكلم مرة تانية عن نيوك تاون زومبي. الماب القادم فيني احكي لكم مو 99%، فيني احكي لكم انه 100% راح يكون نيوك تاون زومبي، بس لا مو نيوك تاون زومبي اللي نعرفه، راح يكون نيوك تاون زومبي اكبر بخمس مرات، راح تكون فينك تقول نيوك تاون هي غرفة البداية تبع الماب. طيب، في اربع اسباب تأكد لنا انه الماب الجاي هو نيوك تاون، راح احكيها بشكل جدا سريع. اول شيء زومبي اليرت، هذا الشخص اللي مسرب نص اشياء بلاك اوبس او كول اوف ديوتي اكد ان الماب الجاي نيوك تاون، هذا المصدر الاول. المصدر الثاني الجيم تيستر اللي انطرد من الشركه، شخص اللي كان شغله انه يجرب اللعبه وطردوه لسبب ما بنعرفه، او حسب ما قال انه كان سبب سخيف، بس المهم اللي انطرد قال انه هو متاكد انه في ماب نيوك تاون زومبي وانه جربه بنفسه، ها الشخص الثاني. التسريب الثالث من هالشخص، حاطكم اسمه او حساب على تويتر، هذا الشخص كمان سرب ان راح يكون في اربع مابات زومبي مع بلاك اوبس 4. عند لما اطلقوا بلاك اوبس 4 كنا نعرف انه في ثلاث مابات زومبي، ما كان حد يعرف اي شيء عن كلاسيفايد. بعد بشهرين جيسون بلندل حكى انه في ماب رابع، هذا الشخص من مصادر حكى انه لا في ماب رابع قبل جيسون بلندل نفسه يذكر وقبل لا اي حد يتكلم انه في ماب زومبي رابع. طيب، وعندنا المصدر الاخير من الشركه نفسها، احد الاشخاص اللي بيشتغل بالشركه الجيم ديزاينر اللي صمم اللعبه. من هالكلام هذا الشخص حط هالصورة عنده بتويتر، حكى انه اليوم جيت على الشركة ولقيت هالصورة الحلوة الموجودة عندنا بالشركة، وكتب فيها انه هالصورة اللي لها علاقة بنيوك تاون داش زومبيز. حاط هالصورة مثل ما شايفين، نيوك تاون فيها اثنين كبار مثل ما شايفين، اظن هدول من فيلم رعب او مسلسل رعب او شيء من الكلام ما ادري، المهم جايبينهم وحاطين صورتهم ووراهم نيوك تاون، والعجوز ماسك سلاح الوندر ووف. الوندر ووف اللي كان عندنا بماب ذا جاينت او ديريس مثل ما شايفين عنده يا وماسك راسه من فوق، فيعني هاي تلميح من الشركة نفسها. فطيب، هاي كل التسريبات، اظن ما في داعي اي تأكيد انه الماب الجاي راح يكون نيوك تاون زومبي. طبعا الحين انا بالفيديو اللي حكيت لكم فيه 15 ماب زومبي جاي لبلاك اوبس 4، توقعت انه مابات السيزون كامل هاد تكون للقصة الجديدة او الكايو ستوري، وبعدها راح نشوف حزمة خامسة فيها تكملة لقصة الايثر، وبعدين حزمة سادسة واخيرة راح يكون فيها ريماستر للمابات اللي ما شفناها، وخلاص يكون هذا اخر شيء بتاريخ قصة الايثر، وخلاص الجزء الجاي كله على قصة الفوضى. هذا اللي توقعته بهداك الفيديو، انه 15 ماب من يون الحجور 15 ماب. فاظن لا، الحين شغل غنية التحريات، هاي كلها توقعاتي، بس اظن يعني هالشيء المنطقي انه الماب الجاي راح يكون نيوك تاون زومبي، بعدين الماب الثالث والرابع راح يكون لقصة الفوضى، راح يكونوا مابين خرافيين ينهوا فيها قصة الفوضى لبلاك اوبس 4، يحطونا بنهاية حماسية تحمسنا للجزء القادم، بعدين ينزلوا الحزمة الخامسة والسادسة لقصة الايثر وينهوها ببلاك اوبس 4. فليش نيوك تاون زومبي؟ ليش ما كل مابات تكون لقصة الفوضى؟ لانه يعني لو ضلينا هالفترة الطويلة بدون اي شيء لقصة الايثر راح يكون يعني راح ننساها، او مو ننساها يعني ضلينا سنتين متذكرينها، بس انه هالشيء راح يغضب اللاعبين بشكل جدا كبير. فعشان يسكتونا راح يحطون لنا ماب نيوك تاون زومبي اللي هو اول مرحلة من رحلة القضاء على دكتور مونتي، وبعدين راح يسحبوا عليها لحديت ما ينهوا السيزن، بعدين بالحزمة الخامسة يكملوها. فهم اصلا يعني هم المناسب لهم انه لا يحطوا كل المابات لقصة الفوضى وبعدين يبدأوا المابات قصة الايثر بالحزمة الخامسة بالترتيب، بس شافوا انه لا هالشي راح يغضب اللاعبين سيزن كامل بدون ولا ماب لقصة الايثر، فحقوا خلينا نعطيهم ماب لقصة الايثر، منشيل ماب من قصة الفوضى، بنختصر قصة الفوضى على اربع مابات او خمس مابات اللي هم فويج اي اكس ديد اوف ذا نايت واخر مابين، وبعدين بعد السيزن بنرجع بنكمل قصه الايثر. فكم حد يحكي بشار منين جبت كلام انه في حزمه خامسه؟ اول شيء
التسريب طلع 15 ماب، فقل لي كيف 15 ماب بدون حزمة زيادة؟ السيزون هذا راح ينزلون لك كل دي ال سي 5 مابات زومبي، يعني اكيد راح ينزلوا حزمة خامسة وسادسة. وغير هيك جيسون بلندل نفسه لما عملوا معاه مقابلة بكوميكون حد سأله انه هل ممكن نشوف حزمة خامسة ببلاك اوبس 4 نفس حزمة الخامسة، فما انكر ولا قال اوكي. كان في نوع انكر اذا كان لا، وإذا أوكي فعلا في حزمة خامسة ما يمدي لا ينكر ولا يحكي إيه. فرد الرد اللي هو قال حرفيا أنه ممكن بس ما فيني أكد على أي شيء حاليا، يعني إيه بس أنه ما يقدر يقول إيه، ولو كان لا كان حكى لا من الأول. فخلص تأكيد أنه في حزمة خامسة لبلاك أوبس 4 راح تكون تكملة لقصة الإيثر، وراح تكون شيء جدا جدا ضخم لعدة أسباب. أول شيء لأنه بدهم هالحزمة يشرحوا قصة الفوضى لجزءهم الجاي، وتاني سبب هطلع لهم فلوس ملايين لو نزلوا حزمة تكملة لقصة الإيثر. فالمهم خلنا نتوقع شو راح يكون ماب نيوك تاون زومبي الحين. من تسريبات من هالشخص اللي حكالنا انه في ماب زومبي رابع، حكالنا انه الشخصيات راح تكون شخصيات التمس، الشخصيات الكبيره اللي هنلعب فيها بنيوك تاون زومبي. وكمان قال انه الماب راح يكون جدا ضخم، راح يكون نيوك تاون هي البدايه بس، يعني حسب ما كان يقول انه حجم اضعاف ماب نيوك تاون زومبي، اظن 5 ولا 6 اضعاف. فانه اول شيء اكيد راح يكون في بنكر تحت الارض راح نشوفه، راح يكون في ماب متوسع. فانه لا احد يزعل يقول شو كلها ماب باتري ماستر، لا هم حطوا نيوك تاون زومبي لانه يحتاجوا نيوك تاون زومبي من ناحيه القصه مو كديزاين ماب. يعني ما تدركم نيوك تاون الزومبي اللي لعبناه ببلاك اوبس 2 يكون هو الغرفه الاولى بس اللي نبدا فيها الجيم، بعدين في بنكر تحت الارض في بابات كتير نفتحها ونتوسع بالمنطقه كلها، فيعتبر تقريبا ماب زومبي جديد. يعني نيوك تاون هي الغرفه الاولى، هي هذا الجزء اللي نعرفه، بعدين كل شيء جديد. فاي ما يعتبر ماب ريماسترد ابدا، مو نفس بلود اوف ذا ديد. طيب الحين اللي شاف مقطعي 9:40 شرح قصة الزومبي كامل راح تفهم الكلام راح احكيه حاليا بالتفصيل، والكلام راح ادخل بالقصة. يلي ما شافه ليش ما شفته؟ ليش؟ والله تعبت عليه. لا امزح، اللي ما شافه راح احاول اختصر الموضوع بشكل جدا سريع. بالفيديو هداك بشرح قصة الزومبي كامل اللي تابع راح يعرف انه احداث نيوك تاون صارت بنفس وقت احداث مون، يعني قبل لا تجي الصواريخ من مون على الارض صار في انفجار مفاعل نووي بمدينة نيوك تاون اللي هي بنيفادا بالقرب من اريا 51 بامريكا. كان هناك عم يجربوا بصواريخ نووية ومن هالكلام، وعم يحفروا بالارض بحفارات عملاقة بنشوفها باللودينج سكرين، وهالشيء تسبب الى انه في مفاعل نووي هناك انفجر. فبنيوك تاون لما نبدأ الجيم ونلاقي المكان كله متفجر واعاصير نارية ومن هالكلام، هاد مو بسبب انه الارض دمرة من صواريخ مون، لا هاي بسبب انه صار انفجار مفاعل نووي. الانفجار هاد صار قبل ساعات من صواريخ مون ما ضربت الارض، مشان هيك بجيم اوفر تبع ماب نيوك تاون بنلاقي انه في صاروخ جاي يضرب الارض. المهم هذا الكلام كله بالبعد الاصلي الاحداث الطبيعية اللي صارت فيه. ببلاك اوبس 4 نحن كسرنا الدائرة، لما كسرنا الدائرة الشخصيات الصغيرة الشخصيات بريمس ما كملوا على جورد كروفي وما كملوا على ريفيليشن. من بعد جسبو نوشيما علقوا ببلود اوف ذا ديد، مات ريكتوفن اجوا التقوا مع ريكتوفن تبع المعركة العظمى، وبعدين راحوا على اريا 51 اللي هي المنطقة اللي منروح فيها بالتطوير من ماب كلاسيفايد، والتقوا مع الشخصيات الكبيرة يلي هم بالسايكل تبعهم فجروا الكرة الارضية بماب مون. فانه هدول نفسهم شخصيات بلاك اوبس 1 مو شخصيات ماب كلاسيفايد. شخصيات ماب كلاسيفايد هم مو نفسهم اللي شفناهم بكاتسين كلاسيفايد يلي التقوا معهم شخصيات اللي اجوا من بلود اوف ذا ديد. لا شخصيات لعبنا بهم بماب كلاسيفايد هم من احد الشخصيات اللي عم يمشوا بالسايكل تبعهم، عم يمشوا بالاحداث تبعهم، بس صار غلط وراحوا على كلاسيفايد بدل مون. فاي هدول مو هم اللي التقينا معهم بنهايه بكاتسين كلاسيفايد. هذا الوضع شوي معقد بس ركزوا معي شوي. يعني شخصيات اللي شفناهم بكاتسين كلاسيفايد هم مو شخصيات كلاسيفايد، هم شخصيات بلاك اوبس 1 بعد ما فجروا الكره الارضيه بشكل من الاشكال رجعوا على الارض على اريا 51 قبل لا تصير الاحداث هي كلها. فانه رجعوا على ماب 5 قبل اصلا ريكتوفن يبدا برحلته، وما كان في اي مشاكل ولا اي زومبي، وكانوا محبوسين من قبل الحكومه الامريكيه باريا 51.
هالكلام كله راح اشرحه بفيديو قريب اللي هو قصة الزومبي الجزء الثاني اللي هو اشرح شو صار ببلاك اوبس 4. فالمهم الشخصيات البريمس التقوا مع شخصيات الكبيرة التيمس من بعد مون، التقوا معهم بأريا 51 وحكوا لهم تعالوا معنا. فأظن راح يحكوا لهم تعالوا معنا، مهمتكم تروحوا على نيوك تاون زومبي، على نيوك تاون زومبي اظن احداثه اللي هو بعد ما تدمرت الكره الارضيه، نيوك تاون زومبي الاصلي اللي لعبنا فيه، روحوا هناك وحل اللغز او شيء لازم نسويه هناك انهم يصحوا شخصيات ترانزيت، لانه من الشفرات السريه ببلاك اوب 3 عرفنا انه الاجهزه الالكترونيه او البودز اللي نايمين فيها شخصيات ترانزيت ببلود اوف ذا ديد اللي شفناهم بشكل من الاشكال متوصله مع حفارات نيوك تاون هي اللي تعطيها الكهرباء. فلغز نيوك تاون زومبي ممكن يكون له علاقه بانه نصحي شخصيات ترانزيت، لانه اكيد لهم دور شخصيات ترانزيت مو بس حاطينهم ونايمين، او ممكن كمان يكون الماب له علاقه لنطلع احد الاحجار للاستفات. نعرف انه نجمع لسه 3 احجار، عندنا حجر واحد اللي هو حجر النار اللي شفناه بكاتسين بلود اوف ذا ديد. فبالمختصر نيكولاي بس قرأ الكتاب الاكرونوميوم ببلود اوف ذا ديد، عرف الطريقه او الخطه اللي لازم يمشي عليها ليخدع دكتور مونتي، وكانت انه يروح يلتقي مع الشخصيات الكبيره من بعد مون بعد ما رجعوا على الارض، يهربهم ويوديهم على نيوك تاون زومبي ليسووا مهمه معينه، يا اما المهمه انه يدوروا على احد الاحجار من الحجارات الاربعه، يا اما انهم يسووا حركه معينه يصحوا شخصيات الترانزيت لانه يمكن نحتاجهم بعدين. فاي نيوك تاون زومبي 100% راح يكون الماب القادم، او خلينا نقول 99% ممكن لاي سبب من الاسباب ما يكون، فاكون بمكان امن نوعا ما، مو 100% 99% في 1% لا. فا اي بس اتمنى شباب نهايه الفيديو لا تنسوا تتابعوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت مع الفكره، هل بدكم نيوك تاون ولا ما بدكم ما باتري ماستر، بدكم شيء جديد معنا؟ مثل ما وضحت انه راح يكون تقريبا ماب جديد، يعني فقط البدايه نيوك تاون بعدين كله اماكن جديده، بس انه يحتاج نيوك تاون من ناحيه القصه. فا اي اتمنى تشاركونا رايكم بالكومنت، وبس خلينا معكم شاركيه وشاركه كيشكم دي هات تاني ان شاء الله، مع السلامه.